معاكم في حلقة جديدة من برنامج شانع النهار، وحشتونا. والنهاردة معانا حلقة مميزة جدا. ورجعنا لكم مرة تانية بفقرة ايه يا نانسي؟ هم يا مام مع الشيف سماء فوزي. فوزي هلو فوزي، ازيكي يا قمر؟ عامل ايه فوزي؟ اخبارك ايه؟ وحشتنا قوي. ويتش كوين عامله ايه يا اسماء؟ انا زي الفل. تعمل لنا مام ايه النهارده؟ النهارده هنعمل مام سهل وسريع وطفولي شويه. هنعمل مكرونه وهنعمل ميت بولز كفته كور. لا كلمينا عدل. هم انا بص قلت كلمه ولحقت نفسي في ساعتها. كفته كور بالبقدونس ومعاها صوص احمر. وهنعمل بقى حاجه لذيذه قوي، هنعمل كوسه اسمها فريترز اكنها شبه البرجر، بتاخد جبن وحاجات كتير وتبقى في الاخر بتطلع كوسه. اه بس مش هتحس عامله زي حياتي. مش هتحس البرجر من بره بس في الاخر كوسه مش هتحس بيها. وده التحدي يا سلطان. طيب طبعا المكرونه كلنا عارفينها وبنحبها، محدش بيختلف عليها. احنا هنستنى المكرونه تتسلق اوكي، بس طيب. الميه تغلي. هنبتدي نعمل الصوص بتاع المكرونه. مكرونه بالصلصه الحمراء بالظبط. هنبتدي حصل يا ام جوهري. هنحط زيت. مش عارفه ليه يجي عليا ضحك والله من غير سبب. لا يجي يا هاني، خليه يجي يا فندم يجي، ما تعطيهوش. سمعينا الضحكه كده يا سمسم؟ لا مش هقدر. ويا ريت لو نعرف السبب بقى يعني. والله دي ذكريات كده بتمر معايا. حاجه بيني وبين نفسي. حاجات بتجيلي وانا بطبخ بس كده. بالظبط كده. ده بصل مفروم ناعم. ايوه بصل مفروم ناعم وتوم. توم مفروم ناعم. قد ايه وقد ايه حلوه؟ نص بصلايه كبيره وفصين توم صغيرين. ماشي. اوكي هنقلبهم لحد ما يتبلوا. الميه اللي بتغلي جنبك دي ايه؟ عشان المكرونه. مكرونه. ميه حاطين فيها ملح. شاي على ما نبدا. متخيل. ماشي ماشي. كاتل تحت جاهز. انا حاطه فيها ملح بس مش بحط زيت. طيب. اوكي؟ ماشي. انا هستنى بس البصله دي تبتدي تدبل. هستنى. هنعمل بقى لحد ما المكرونه بقى ولسه ما غلتش قوي. ما هي بتطلع بخار بس لسه ما بتغليش. دي هسيكه بس. هنعمل دلوقتي ايه؟ الكفته دي لحمه مفرومه، نص كيلو لحمه مفرومه. ماشي. اوكي هحط معاها شويه صغيرين بصل. مش بحب البصل كتير. من بص حطيت لك قد ايه؟ عايزاني البس جلافز؟ يلا بينا. هتلبس جلافز؟ وهحط شويه عمليه. وهحط سنه صغنونه توم. بقدونس. ماشي. مفروم. حلو. طيب. البقدونس مفيد جدا جدا جدا، بس المفيد اكتر لو عرفنا نفرقه ما بين الشبت والكزبره. لا الشبت سهل اختاره تقريبا. الورق بيبقى اكبر. لا في واحده البقدونس قصدك. البقدونس بتبقى البتاع الورده بتاعتها مش كيرلي يعني. بصي هي وردات كده. الكزبره كيرلي، الشبت بقى بيبقى ورقته اكبر. البقدونس سوري الكزبره. ولا كاني فهمت اي حاجه. بالظبط. هنجيبهم لك مره عملي ونتكلم في الموضوع. انتوا عارفين اصلا ليه ان لما تروح عند حاتي وكده بيحطوا بقدونس تحت الحاجه؟ عشان من فوائد البقدونس ان هو بيمتص الدهون. الله. اه والله. فبيسحب الدهون. لا ما هو الناس بتاكله بعد ما بتخلص بتاكله هو ممتص دهون. انت امتصيت الدهون. برافو يا جماعه برافو. ماشي. هنحط سنه صغنونه بقسماط عشان تمسك. عشان تمسك بالظبط كده. فهي ما فيهاش حاجه غير بصل وتوم وبقدونس وملح وفلفل. اللي عايز يحط سنه قرفه يحط. في بصل بس متقطع كبير شويه هشيله. ايه ده؟ السجاد. سيبي السجاد من ايدك دلوقتي، عندنا شغل. طبي سلطان. ماشي. اكعور؟ كعور. نعملهم كور يعني النص مش كعوري كعوري. يلا. ولا تتهوري. ولا تتهوري. ده بساعدك فيها يا اسماء غير ان انا بضايقك. هحط لا انت ما بتضايقنيش، هحط الصوص واخليك بقى ايه تشرف عليه. انا ارمي ده في البقسماط؟ اشرف عليه. لا مش هنعمله بانيه. بس اتاكدي بس يا نانسي انها ماسكه نفسها علشان ما تمسكي نفسك ما تفتحش مننا. عندك انت ما خليتش ما خدتش بالك ايه الطبق ده اللي تكوريه حطي فيه. بتقولي احط الصلصه وخليك تشرف عليها. تشرف على فكره دي لا دي على فكره دي يعني حاجه حلوه جدا. انا بعززك جدا على فكره ان اسيب يعني لك الحاجه انت تطلع لي في الاخر. دي حاجه يعني ماشي. طيب اعتبر انك برضه بتحيليني تاني. ماشي. بص انا حطيت على البصل والثوم ابتدى يدبل، حطيت عليهم معلقتين صلصه. طيب اوكي. انا دلوقتي بقى هحط الملح والفلفل لان احنا قلنا شغله الملح ان هو بيطلع الميه اللي جوه الحاجه. ماشي. حلو اوكي. بس رشه. رشه صغنونه ان دي الملح والفلفل. انا بحب قوي بقى المكرونه اللي هي بتبقى كور صغنونه دي. انا بالسجق بحب الودع. مكرونه الودع بحبها مع التونه حلوه. وحطيت ده ازازتين عصير طماطم. ازازتين عصير طماطم طبعا احسن واحسن نعمله بطماطم فريش. وهقول لكم ازاي بقى نعملها ونخزنها. حلو. ان احنا بنجيب الطماطمايه ونشيل الحته الخضراء اللي في النص وبعدين نفتحها من ورا زي بلس كده. تبقى الميه سخنه فيها ملح، ننزلها غلوتين نرفعها ونقشر الطماطم. يا رب ارحمني. هنقشر الطماطم. ماشي.
وبعدين نشيل البذر ونفرمها ونخليها عندنا في الفريزر. حاضر اي حاجه بقى تطلعها. بص انا هسيب ده بقى تتسبك. احنا حطينا بصل وثوم وفلفل وملح ملح وفلفل فلفل وصلصه وعصير طماطم. عصير طماطم في البيت اثنين بس سنه ميه صغيره 2 برطمان 2 لتر لا 2 برطمان اللي هي لا معلقتين من البرطمان والتاني اللي هي بتبقى عصير. معلقتين من البرطمان والباقي عصير طماطم بالظبط. انا المكرونه بس كده يعني ان شاء الله قربت. ايه رايك في اللبس اللي انا لابسه ده النهارده يا نانسي؟ قمر تحفه قمر. نشكر رانيا محرم يا جماعه على الهواء على هذه الملابس الجميله. اه والله ونسمعها ترن 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 زغنطتها كده ليه ايه يا ترن؟ يغنوا ولا حاجه مش متدربين يا رانيا على الحاجات اللي احنا بنعملها. رانيا هناك اهي بص بص يا رانيا. رانيا يا رانيا شكرا يا رانيا شكرا يا رانيا تعبينك ومبهدلينك ومرمطينك معانا دايما يا رب. ايه بصي بقى هقول لكم حاجه. احنا دلوقتي هنبتدي نعمل الكوسه دي. بصي الكوسه دي انا هرش عليها رشه ملح. دي مبشوره مبشوره مش هتحس بالطعم خالص اصلا برضو علشان ما تجيبش ميه. هتعملها لنا برجر من غير ما ناخد بالنا. والله ما هتحس اوعدك مش هتحس لان فيها جبنه رومي وجبنه اسطنبولي وجبنه موتزاريلا. ايه ده في ايه؟ جبنه اسطنبولي في الصدر. بقول لك ايه؟ ايه؟ طب ما تيجي نفكر الناس عملنا اللحمه دي ازاي. ماشي دي اللحمه المفرومه حطينا معاها بصل مفروم ناعم. بصل مفروم ناعم نص بصلايه نص بصلايه مالها نص بصلايه محطوطه معاها نص بصل يعني كميه هي نص بصل. المفرومه نص بصلايه. طيب وفصين توم صغيرين وبقدونس وملح وفلفل وملح وفلفل وشويه بقسماط عشان تمسك معانا. اللي ما بيحبش البقدونس يشيله عادي بالظبط. حاجه انتوا مضطرين يعني بس احنا بنحب النكهه يعني. بصي انا بقى بدوس على الكوسه دي عشان مش عايزه اي ميه. برافو. بصي عشان هي كوسه زي الخيار من الخضار اللي مليان ميه زي الباذنجان كده. فاحنا حطينا له الملح عشان بص عمال يطلع ميته اهو. فهنحطه هنا. ميرسي يا قمر. طب ايه اشرف على ايه طيب؟ شوف الميه كده لو بتغلي نحط المكرونه. هي لسه شويه. اقلب الصلصه. اقلب الصلصه. هدينا نحط فيها كرات اللحم. بالظبط كده. برافو عليا. شطوره يا لولي. كرات اللحم عشان لما قلت ميت بولز زعلت قوي. تبتليها تاني؟ انا اسف. ماشي طب نعرف الناس الكوسه دي اتقطعت ازاي؟ دي مبشوره انا بشراها علشان ما تحسش بطعمها قوي وتحطها. وبعدين نفس الفريترز دي ممكن تعمل باي خضار. ممكن تبشر جزر ممكن تبشر بروكلي ممكن تبشر. انتوا بتقولوا كرنبيت ولا ارنبيت؟ ارنبيت. كرنبيت بنقوله إيه؟ فين يعني في المطلق هنا في البرنامج يعني في لغه للبرنامج ارنبيت يا مام ارنبيت ارنبيت ميل ارنبيت. وممكن تبشر ارنبيت وتحط بقى معاها الجبن اللي انت عايزها. حلو فبتضيع الطعم وكمان هنزود لها بيض. ده طعم تمام يعني مش. اللي مش بيحب طعم حاجه. برافو عليك. يعني نحاول نظبط الفاظ. بس والله انا مش عارفه ازاي ما بتحبش الكوسه. انا بحبها قوي. بتحبي الكوسه يا نانسي؟ للاسف مش يعني خالص. شويه بس انا بعشق الكوسه في كل حالاتها يعني بشاميل بقى بصلصه يعني منذ الصغر. دي بقى انا خلصت ست البنات. هنحمرهم بقى دلوقتي. نجيب الكوسه دي هنا عشان كسر براحتك. ممكن تحط شويه زيت يا سلطان حالا. ده ولا ده؟ لا اللي بره. ماشي. التاني ده زيتون. حلو. شويه قد ايه يعني؟ يعني املى كده عشان ما يلزقوش الكفته منها. حلو. عايز الكفته اهي بس ما تقلبوهاش غير لما من تحت تاخد لون علشان ما تتفرولش. انت بقى تقفي على الكفته عشان نبقى في الامان. ايه ما فرولت كفته عشان نبقى في الامان. كده حلو ولا زود؟ لا زود سنه. هو مش هنقلبها لما تاخد لون من تحت. لونها هيبقى بالظبط كده عادي لون اللحمه يعني. كده حلو يا سلطان. ضم اوكي. بصي بصي عم بصي ميه قد ايه؟ ميه كتير فعلا. هي دي بقى كوسه زي الخيار عشان كده بيشبع. هي دي بقى كوسه اهو. خلاص حلو. هنبتدي بقى نحط لها ايه الجبن اللي احنا عايزينها. استنى يلا ممكن تديه معلقه سلطان. عيوني انا واحده عايزه ده خلاص. احطه ورا اهو. اتفضلي. هنحط شويه من الجبنه الاسطنبولي. اي بقى جبنه انتوا بتحبوها؟ جبنه بيضة جبنه جبنه امبولي اهي. اسكوزي ما فوتك جديد اهي. امال ايه؟ امال اوكي. يقولوا علينا ايه؟ وده دقيق. ده دقيق حلو جدا عشان يخليها تمسك برضو. اوكي رائع. واحط شويه جبنه رومي مبشوره. جميل. خلي بالك ان الجبنه الاسطنبولي والجبنه الرومي طيب. فيها ملح. ملح؟ فمش عايزين نزود الملح. احط شويه جبنه موتزاريلا برضو. حلو جدا. تديها مطه كده. كفايه عشان غاليه. كفايه. لا والله ماشي. مش غاليه خف. لا انا حريصه قوي في الحاجات دي. برافو. احط فلفل. عايزين بقى تزودوها زعتر بقدونس اي حاجه تدي طعم. هنحط بيضه. احنا البيض ده حسب بيضة. حسب يعني هتمسك معايا ازاي. طب تيجي نفكر الناس عملنا ايه تاني في الكوسه لحد دلوقتي. حاضر. احنا بشرنا الكوسه وحطينا عليها ملح
وسبناها لحد ما الميه بتاعتها يعني صفيتها كده عصرتها بايدي جامد علشان ميتها بالظبط. وحطينا معاها جبنه اسطنبولي وانتوا تحطوا اي جبن انتوا عايزينها، وجبنه رومي وجبنه موتزاريلا، حطينا بيضه واحده وفلفل اسود، مش هحط ملح كتير علشان الجبنه الرومي، وفلفل ودقيق عشان تمسك بالظبط. لسه هنحط الدقيق بقى دلوقتي، حلو مش كتير خالص، وممكن الناس اللي عايزاها صحيه قوي تطحن شوفان، شوفان اطحنيه واستخدميه بدل الدقيق. طب نحط المكرونه بقى؟ حط لسه يعني فاضل لها حبه صغيره و... كفايه وتنجل. لا اصل هي حلوه كده، ماشي نتكل على الله بقى. ماشي بسم الله الرحمن الرحيم. ودي بقسماط كمان. هنتكلم النهارده بقى عن تدريب ابطال القدرات الخاصه، ابطال التحدي، وخصوصا تدريب الكيك بوكسنج مع زاك تيم، ومعانا عبد الرحمن وطارق. اهلا بيك، منورين يا وحوش. نورك. يلا نعمل عامل ايه يا زاك؟ الحمد لله يا سلطان، كله تمام، وحشنا والله. وانت والله ربنا يخليك. قلت لك هنتقابل تاني وتالت ورابع وكتير والله. ان شاء الله ده شرف ليا والله العظيم. عايزين نفكر الناس يعني ايه الكيك بوكسنج، تمام، واللي بالذات لذوي الاحتياجات ذوي القدرات الخاصه. تمام. احنا المره فاتت لما جينا اتكلمنا على كيك بوكسنج، اتكلمنا على كيك بوكسنج ده جنرال ان هي لعبه من العاب القتال والدفاع عن النفس. حلو. تمام. بس ما كناش اتكلمنا عن الناس اللي ممكن تلعب كيك بوكسنج او تلعب عموما بوكسنج يعني. حلو. خلينا نتكلم شويه عن عبد الرحمن وطارق. البوكسنج هنبقى نتكلم بوكسنج اكتر شويه. الفكره كلها ان الناس فاكره ان الموضوع ده مختصر او حصري على الناس اللي انا واقف على رجلي، او انا بعرف اتحرك وهعرف احرك ايدي واطلع الجاب واطلع الكروس. بالعكس، ان الناس كلها لازم تبقى عارفه ان مفيش فرق بيننا خالص، كلنا واحد. الناس دي بالذات عندها بجد موتيفيشن يعني من جوه ان هم لازم اتعلم بوكسنج، لازم اتعلم لعبه جديده، لازم احط لنفسي تارجت وتشالنج، انا هكسر التشالنج ده وهبتدي اوصل لتارجت معين بصراحة. وعبد الرحمن وطارق قصروا القصة بتاعت ان انا قاعد على كرسي وانا ما عنديش مشكلة، بالعكس خالص، دي حاجة من عند ربنا، وانا ما عنديش قوة مشكلة. وإيمان بالظبط، يعني حاجة عندي ايمان من عند ربنا كويس جدا بجد والله. خلاص. والناس بصراحة فعلا فعلا يعني مش قادر اقول لك سلطان، عندهم من جوه ايمان ان انا اقدر اعمل اي حاجة، وده فعلا اللي بيديهم الدافع ان هم يقدروا يكملوا في كل حاجة. بس طب ايه فايدة الكيك بوكسنج ليهم؟ التمرين طبعا عموما مفيد جدا ليهم. خلاص. من ناحية دلوقتي مثلا احنا عبد الرحمن وطارق مش لازم كل شوية نادي حد مثلا وانا راكب عربيتي، لو سمحت ممكن تساعدني اشيل الكرسي، لو سمحت ممكن تساعدني انزل الكرسي، لو سمحت ممكن تساعدني اتحرك من هنا. الفكرة ان التمرين بيساعد الناس ان هي يبقى عندها قوة عضلية تسمح لهم ان هم يقدروا يتحركوا من نفسهم، انا مش محتاج مساعدة من حد. حلو جدا. الفكرة كلها ان انا لما باجي اتمرن بشغل كل العضلات اللي عندي فوق بحيث ان انا اقدر يبقى عندي القدرة بعد كده اتعامل لوحدي. حلو جدا. تمام. بس عبد الرحمن انا اعرف انك بطل كمال اجسام. لا، رفع اثقال. رفع اثقال ولا ايه؟ انا اسف. تمام. ده بجانب الكيك بوكسينج. تمام. انا عبد الرحمن في ثالثة تجارة عين شمس، عملت حادثة من 5 سنين. بعد سنة من اصابتي بدأت ان انا ادور على اي لعبة العبها، لقيت لعبة رفع الاثقال في نادي اتحاد الشرطة. بدأت العب اللعبة ديت ومارسها، وبدأت اشتغل على نفسي كويس جدا. اول بطولة ليا الحمد لله جبت في كاس مصر تاني ميدالية فضية ان شاء الله. الحمد لله. بعد ده كان في ناشئين، اما طلعت كبار ان شاء الله اجيب رقم كويس. خدت 4 بطولات جامعات على مستوى السنتين اللي انا قعدتهم في اللعبة. بعد كده قررت ان انا انزل جيم عشان اقوي من عضلاتي اكتر. رحت نزلت جيم فيتولوجي، وبدات اتعامل مع الكباتن اللي هناك. لقيت هناك في سيشن بوكس وبتاع، بدات انزل فيه وعجبني جدا البوكس. بدات اشتغل معاهم، التمرينات حلوه جدا، بتحرك كل عضلات الجسم، بتشغلها بتقويها. يعني اشتغلت على نفسي اكتر ان انا اقدر العب رفع اثقال، وبجانبه ان انا العب بالبوكس. برافو عبد الرحمن. وطارق بقى طبعا منورنا عم طارق. طبعا يا طارق انت ما شاء الله عليك، احمد بيشكر لي فيك جدا وبيقول لي انك بتتطور في التدريب بسرعه جدا، والتمرين كل مدى معاك بياخد ليفل اعلى ده كرم في وقت اقل في وقت قليل جدا.
انت في حاجات جميله يعني التدريب اثر عليك فيها وكنا بنتكلم فيها مع بعض. عايزين نغير الفكر بتاع الناس ان اي حد بيستخدم كرسي متحرك ان هو البركه بتاعتنا وقاعد في البيت، فلا الكلام ده مش حقيقي. ان ممكن تعمل كل حاجه بس هتعملها بطريقه مختلفه شويه. انت ممكن تشتغل، ممكن تركب عربيتك، ممكن تروح النادي، ممكن تلعب رياضه، ممكن تعمل كل حاجه، ممكن تروح تكمل دراستك، ممكن تحبه وتتجوز يعني الدنيا ماشيه بالزبط. مش هتقف بالعكس عند نقطه معينه. الحاجات دي اللي هي العاديه بالنسبه لناس تانية بتبقى انت يعني عندك بالزبط. قوه وعندك ايمان ومختلف واقوى يعني من الشخص الثاني. بس هي الفكره، هي دي الفكره اللي المفروض الناس تتغير. يعني دلوقتي كان في ايه مثلا، كان بيبقى في مشكله في الاول زي مثلا ايه؟ في حاجات انا اصلا قصير، في حاجات ما بعرفش. القعده عامه بتتعب. انت مثلا لما بتعمل رياضه، اي رياضه ايا كانت، فاهم، بتحرك كل عضلات الجسم وبتقويه وبتخليه حركته اخف وبتخليه ما يتقلش وزنا وانت بتعرف يبقى في استقلاليه وبتعرف تعتمد على نفسك اكتر. بس يعني برافو ترو، ده اللي احنا لقيناه في تيولوجي هناك، والدنيا هناك كويسه جدا. وزك عامل الصح زي الفل. برافو عليك زك. طيب انت ايه الادوات اللي بتستخدمها معاهم؟ انا شايف في دي الميتس اللي احنا بنستخدمها في التكنيكس بتاعه البوكسنج. وكمان في اضافه كنت عايز اقولها بالنسبه للناس كتير قوي برضو، عشان برضو الناس تبقى عارفه، من الناس اللي قاعده على الكرسي، في ناس بتقول انا مش هتمرن. ليه؟ علشان خاطر انا قاعد على كرسي فانا خلاص انا ما عنديش تمرين. بالعكس، انت لازم تكون حاطط هدف لنفسك، وحاطط ان تارجت معين، بحيث انت ما تضمنش ما فيش حاجه كبيره على ربنا. صح. انت ممكن في يوم من الايام يبقى في علاج معين او في عمليه معينه اقدر اعملها فارجع اقدر امشي تاني. بس الفكره كلها ان انا لازم يكون عندي العضلات وعندي الماسلز اللي تقدر تخليني او تاهلني ان انا ابقى الشخص المناسب ان انا اقدر اخش العمليه واقدر امشي تاني. ما فيش حاجه كبيره على ربنا. دي الفكره كلها. فدي اللي احنا بنشتغل عليها. احنا بنشتغل المكان عندنا في تيولوجي، احنا بنشتغل ان احنا كل الحالات عندنا بتتمرن فور فري، تمام، علشان نقدر نساعد الناس ان هم يقدروا يوصلوا اللي هم عايزينه، يوصلوا للتارجت اللي هم عايزينه، واحنا معاهم من صفر لحد لما الناس تقول لنا يا جماعه انا كده خلاص، انا كده ساتيفايد ووصلت اللي انا عايزه خلاص. والفكره بصراحه بجد هم بيدونا روح هناك، ان انا لما نتمرن وبلاقي مثلا طارق بيتحرك معايا وعبد الرحمن بيتحرك معايا وناس كتيره هناك، بجد بيديني موتيفيشن ان انا كمان لا يلا نتمرن. طب يلا يا جماعه نعمل تمرين اقوى، الاقي الناس ما شاء الله بتشتغل معايا. فبجد بتديني ان انا اطلع من ستيب لستيب لستيب انرجي كبيره. يعني كان بيبقى في بوزيتيف انرجي كبيره حتى للناس اللي هي الايبلت السليمه. هم لما بيلاقونا بنتدرب هم كمان بيبقوا احسن في التدريب. يعني بالظبط. وبعدين اقول لك على معلومه بصراحه، يعني من وجهه خبرتي القليله جدا في الدنيا، لما ربنا بيوافق على حاجه لشخص فمعنى كده ان هو قدها ويستحمل وقوي بدرجه معينه لدرجه تاهله ان انا هبقى احسن من مثلا واحد عنده خشبتين بيمشي عليهم اكيد طبعا واسمهم رجلين بس ما بيمشي غلط او ضعيف الاراده او او او. فاكيد ربنا وافق على حاجه دي بالظبط. طبعا اكيد الشخص ده لهدف معين ولا قد ما هو هيتحمل. الشخص ده مميز جدا يعني. بالظبط. عشان كده حتى انا كنت دايما بكلم الناس يا جماعه لما تيجي تتمرنوا تعالى اتمرن. انت ايه اللي مقعدك على قهوه او ايه اللي مقعدك في بيت؟ او انزل اتمرن وحرك رجليك وتحرك. انت ايه المشكله اللي عندك؟ يعني الناس دي بجد بتدي موتيفيشن للناس اللي قاعده الكسلانه. خلينا برضو يعني حاصرين الكلمه دي، هو كسلان. اطلع بره حته الكسل بتاعتك دي وابتدي اتمرن. انت ما عندكش مشكله في حاجه، ابتدي اتحرك، ابتدي روح ساعه واحده في التمرين، ساعه واحده في اليوم هتتمرن بس، مش محتاج اكتر منك من اكتر من كده. بالظبط. فالفكره كلها بجد عبد الرحمن وطارق بيدي موتيفيشن للناس وبيدي فعلا يعني اللي هو مفيش حاجه اسمها مستحيل بجد. عبد وطارق بيحتاج وقت قد ايه عشان نقدر نفايت بيهم وندخل بيهم نبقى محترفين وندخل نعمل يعني هو مثلا عبد الرحمن بقاله معايا دلوقتي 3 شهور بيتمرن ما شاء الله. طارق بدا بقى معايا بقاله شهر جاي برضو، فشاف الموضوع فحب يجرب. انا هبتدي اجرب، لقى نفسه ان هو جاي في الموضوع بتاع البوكسنج ده كويس جدا. فواحده واحده واحده احنا بنبتدي ان شاء الله نشتغل على الموضوع ده، لان احنا للاسف لسه ما عندناش حته ان احنا نعمل اتحاد للملاكمه للناس اللي على الكرسي. بس ان شاء الله احنا شغالين على الموضوع ده بحيث ان احنا نبقى نقدر نوفر لهم مسابقات ونقدر نوفر لهم اتحاد ان هو نقدر نعمل بيه كومبيتيشنز هنا في مصر ونبتدي نعمل بيه حاجه كبيره باذن الله ان شاء الله. حلو جدا. طيب عبد الرحمن،
اصحابك بيحمسوك اما هم بيعرفوا ان انت واخد بطولات او بتاخد بطولات او بتنزل تتمرن او بتاع، بيبقى ايه رد فعلهم او هو يعني انا عندي ناس انا اعرفهم كانوا حياتهم كلها على القهوه وبتاع، ان هم خلاص يعني قرروا ان هم حياتهم كلها على القهوه، لو بيدرسوا ممكن يعيدوا السنة عادي، كل حياتهم عادي جدا، مع ان جسمهم حلو جدا ان هم يقدروا ينزلوا يلعبوا رياضة او يقدروا ان هم يوصلوا او يعملوا حاجة، بس هم قرروا ان هم يقفوا عند حاجة عند منطقة معينة ما يعدوهاش. بس لما شافوني وبقيت انا صاحبهم وبتاع وبقينا صحابه كده، وشافوا ان موضوع الكرسي دوت عمرهم ما خدوا بالهم اصلا ان انا قاعد على كرسي، ان انا بخرج وبروح وباجي وبتمرن وبتاع وباخدهم معايا التمرين، فقرروا ان هم كمان يبداوا يشتغلوا على نفسهم في حاجات معينه هم عاوزينها وحابينها، وبقى بيدوروا بالظبط، بقى بيدوروا على حاجه ان هم يشتغلوا عليها، يعني رياضه جيم اي حاجه ان هم يبداوا يشتغلوا حابينها بالظبط. بس طروق ايه الاصدقاء اخبارهم ايه في حد يعني كان بيشجعوك وبيحمسوك ولا في الاول كانوا بيقول لك مش هتقدر بالظبط، بعد كده بقوا متابعين، بعد كده بقوا معجبين، بعد كده بقى الموضوع ان هم بيتمثلوا بالشخص ده او بياخدوا قدوه مصدر الهام ليهم، بيبقى مصدر الهام ليهم. بس لا برافو، يعني الاول بيبقى الموضوع درجات، فانت لو فضلت تقول لهم هم يقول لك مش هتقدر وانت فعلا سمعت لهم فانت خلاص مش هتقدر، لازم تحط ده ورا ظهرك ترميه خالص في اي حته ليش دعوه بيه. برافو والله، انا متحمس جدا اشوفهم هما بيلعبوا. احنا ممكن انا وعبد الرحمن نجرب دلوقتي؟ ماشي يلا خش يا كوتش. خش يا كوتش. خش يا كوتش. يلا نشتغل بقى جاب كروس هوك هوك. اوكي يلا جو. عاش سلطان. احنا بنشتغل دلوقتي وحش. طبعا هو عشان يعني مش جايين بلبس التمرين والفكره طبعا مش مسخنين جامد، بس الفكره كلها ان عبد الرحمن عبده ما شاء الله بيعمل رفع اثقال برضو بالظبط ما شاء الله. هي الفكره كلها اللي احنا بنشتغل عليها خلاص. الموضوع بيبقى طبعا في الاول الناس بتفتكره صعب، بس مع كتر التمرين الموضوع بيبقى سهل جدا جدا جدا. يعني بجد عبد الرحمن وطارق من الناس ومعايا ناس كتيره جدا، يعني كان نفسي كلهم يجوا طبعا، بس الفكره كلها اللي فاكر ان موضوع البوكسنج عشان الكرسي هيوقفني وتلا بالعكس خالص، ده ناس بتحرك كمان وبلف بالكرسي وبنزل بسكيب الحركه ويعني بشتغل شغل بوكسنج عادي، انا ما عنديش مشكله. انا لو انا ما عنديش مش عارف اشتغل، انا الكرسي هو بالنسبه لي رجلي اللي ابتدي اتحرك بيها، ما عنديش اي مشكله خالص في الموضوع. بس ومن ضمن الحاجات كمان يعني بجد فعلا ان مثلا طارق وعبد الرحمن والناس اللي عندي في التمرين بجد من اكتر الناس الملتزمه في التمرين اكتر من الناس العاديه، يعني ما بيفوتوش تمرينه، بيجوا التمرين بجد. ما دي الاراده ودي القوه اللي بنتكلم عنها بجد جدا. يعني بصراحه ببقى رايح التمرين، انا رايح الساعه دي او الساعه ونص اللي احنا رايحين، انا هم مع الناس دي انا هفك، هم الناس هنقعد نهرج مع بعض، بجد بيدوك روح، بيدوك بصراحه طاقتهم جميله. انا قاعد نفسيتي مرتاحه جدا والله جدا جدا جدا، يعني انا ما ببقاش بالهدوء ده خالص والله، بالعكس يعني انتوا ايه نقلين لي طاقه جميله والله يعني فعلا. طارق بصراحه قال نقطه كويسه جدا، قال الناس مشكله كلها بتبقى واخده فكره يا حرام، بص يا حرام ماشي في الشارع انت ما تعرفش الراجل ده عنده قدره ازاي اقوى منك اصلا بالزبط. انت بتقول حرام بجد، انت لما بتيجي تتكلم ما تحكمش على الناس غير لما تشوف الراجل ده بيقدر يعمل ايه، لان ده المشكله كلها ان احنا بنحكم على الناس من الشكل، وده اكتر حاجه غلط في الدنيا. لما انا اجي ابص على واحد مثلا لا قدر الله ربنا ما اردش ان هو يبقى يمشي فبقى قاعد على كرسي، فانا اجي اقول ايه يا حرام ربنا يشفيه ويعافيه، والله الراجل ده عنده باور وعنده قوه وعنده قدرات ممكن ما تكونش عندك، ممكن طبعا. ربنا يكون جاي اكيد مش ممكن بالظبط، ممكن ربنا يكون جايب الحاجه دي. يعني مثلا عبد الرحمن لما جه يتكلم قال انا عملت حادثه من 5 سنين، هو ربنا اراد كده واحنا بنقول الحمد لله على كل شيء، بس الفكره كلها ان ربنا اراد كده عشان الراجل يبقى بطل رفع اثقال وبطل بوكسنج، ومش عارفين قدام ان شاء الله يبقى بطل ايه، فممكن تكون خطوه تحول في حياته هو ما كانش واخد باله منها، فاكيد ربنا. انت برضه قلت كلمه كويسه جدا، ربنا ما بيجيبش حاجه غير لما يبقى عارف ان الراجل ده عنده القوه، ده قادر وقوي واقوى من الحاجه دي مليون مره، بس كده. فهي دي الفكره دايما اللي بنتكلم فيها، فمش عايز الناس تبص الموضوع ايه ده ليه كده حرام وبتاع، لا بالعكس، الناس دي كسرت الحاجز اللي عندهم وبدات تنط فوق الحاجز وبدات تطلع فوق الحاجز كمان عشان توصل للهدف بتاعها، وصلت للهدف بتاعها وحققته
ويعني وبتطلع كمان بقى ايه خلاص الاكستريم بقى. انا بوصل خلاص ان انا بقى بطل, الناس بقى كلها عارفه اسمي, واحنا ما شاء الله عندنا في مصر كمان ابطال كتير قوي بيطلعوا الاولمبياد بره وبياخدوا ميداليات ذهب, فالحمد لله رب العالمين احنا عندنا اهتمام بالموضوع ده بس جدا يعني, واهتمام كبير قوي. وبصراحه يعني انا واحد من الناس بجد والله العظيم الهمتوني جدا والله, انا حاسس بالطاقه اللي جواكم دلوقتي وشايفكم يعني روح قويه وطاقه ايجابيه كبيره جدا ماليه المكان بجد. بس كده سجل اسمه بقى عشان اسمه معنا في التمرين عايز يتدرب معايا طارق, عارف بقى شغل الصح بقى بزنس از بزنس يا معلم, خلاص سجل اسمه ما يضيعش وقت. نورتوني بجد, وهنتقابل مرتين 3 10 20 طول السنه احنا اتفقنا, تفضوا لي وقت في بعد التمرين او قبل التمرين في ايام انتوا فاضيين فيها, نصور المره الثانيه هناك. نصور مره عندكم هناك. حلو جدا فيتيولوجي. يا ريت ان شاء الله تيجوا تشرفونا وتشوف بقى الابطال فعلا هم بيتمرنوا فعلا تمرين جامد بقى, اللي هم بقى ناس طالعه فعلا عرقانه وتلاقي وشه بقى فاهم كله عروق من كتر التمرين, لان فعلا هم بيتمرنوا هناك تمارين فعلا بجد من غير تهاون. عرفتهم ان انا وصلت لدرجه كبيره في الكيك بوكسنج عشان المره الجايه الراجل ده ضارب قبل كده, ضارب شارع النهار قبل كده, ضارب شارع النهار كله قبل كده, نورتوني الشارع كله. الحمد لله بقى قوه روحيه جوه رويك. نورتونا بجد, نورتنا يا طارق, نورتنا يا عبدي. الناس اللي عندها مشاكل في بشرتها attention please ويجيلي هنا, وبرضو البنات اللي عايزه تعرف ايه الالوان اللي تمشي مع بشرتها attention please تعالي هنا يا ماما بقولك. ودلوقتي فقرتنا معايا بنوته جميله هتقول لنا نعمل ايه في المواضيع دي كلها. دنيا عبود ازيك, عامله ايه؟ عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ كله حلو. كله حلو؟ تمام. منوراني. ميرسي دنيا. انا عارفاكي من وانتي كده. ايوه. فاكره ولا ايه؟ فاكره. دنيا, البشره الدهنيه عندها مشاكل كتير صح؟ اكتر سؤال بيتسال من المصريين صح؟ لازم. كلنا مدهنين. عارفين بس مش لازم يعني نسترس على الموضوع. نتعامل معاها ازاي قبل الميك اب؟ بصي, اول حاجه المفروض البشره الدهنيه لازم تنظف بشرتها كويس قوي قبل الميك اب. طيب. لازم تكون ماشيه على غسول بتاع بشره دهنيه مره الصبح ومره بالليل. تمام. وقبل الميك اب لازم يعني عموما اهم حاجه في الميك اب انه استخدم الحاجه بتاعه بشرتي, مش اي فاونديشن وخلاص واي برايمر وخلاص, لا استخدم برايمر بتاع بشره دهنيه, استخدم الفاونديشن بتاع بشره دهنيه عشان الميك اب يفضل ثابت طول اليوم ويكون شكله حلو. حلو قوي. طيب اديني شويه نصايح للبشره الجافه في الشتاء علشان انت عارفه ان احنا في الشتاء بنقشف. بقولي لي. بصي, اهم حاجه في الشتاء عشان فعلا الوش بيكون احيانا مقشر عشان تقريبا ميه, برده شرب الميه بتقل. شرب الميه والشتاء يعني البرد عموما بينشف الجلد خالص صح, فلازم نكون بنعمل ماسكات للبشره الجافه, زبادي, خيار, اي حاجه, اي حاجه بترطب على الوش, اي زبادي, اي حاجه, سوري, اي ماسكات فيها ترطيب بالظبط. اي حاجه قبل الميك اب لازم نحط موسترايزر مرطب للبشره بالظبط. قبل البرايمر, والبرايمر برده يكون بتاع البشره الجافه عشان لو انا بشرتي جافه وحطيت البرايمر مثلا بتاع البشره الدهنيه هينشف وشي اكتر, هيبوظ الميك اب, هيكون شكله مقشر طيب البشره المختلطه, البشره المختلطه بتتعمل على انها بشره دهنيه فعلا, عشان نصها دهني بالظبط, يبقى في منطقه المناخير والقوره بالظبط. بتستخدم كل الميك اب او اي حاجه ليها علاقه بكده بتستخدم كانها بشره دهنيه بالظبط. طيب كويس. طيب ايه الالوان المناسبه لميك اب صباحي؟ بصي, اكتر الوان عموما كومن صبح بالليل تليق على اي لبس تكون الالوان اللي هي الترابيه اللي هي البنيات, الشامبين, الجولد, كل الالوان دي تنفع اي وقت ومع اي لبس ومع اي ملامح فعلا. هو نفس الالوان الترابيه خاصه بتليق على اي حاجه. طب والمشوار ما ده بيتحسب في وسط المواضيع دي كلها ولا ايه؟ ما هي ممكن تبوظ الدنيا. نمشي تلجة طيب ولا اعمل ايه؟ طب قولي بس الصبح خلينا في الالوان الفاتحه يعني, بلاش الوان غامقه الصبح, بلاش سموكي الصبح واسود, وحتى لما نحط بني ودي اي لاينر هوبا ليش تلاقيها فجاه بقت حواجبك فوق الحواجب مش عارفين نبص فين. فخلينا دايما في الالوان الفاتحه الصبح. يبقى الوان فاتحه ترابيه تمشي مع جميع انواع البشرات بالظبط, سواء كان درجه بشرتك فاتحه او غامقه فخليكي في اللايت يعني بسيط. طيب
ايه بقى الغلطات اللي البنات بتعملها لما تيجي بقى هي تحط الميك اب لنفسها؟ بصي اكتر سؤال كومن برضو بيتسالي انه ليه الميك اب بيسيح وانا نازله الصبح، عشان 90% من البنات بتحط ميك اب او كونسيلر من غير ما تثبته باودر وبتنزل. باودر مهم، لوز باودر. الباودر دي اهم حاجه بتثبت الميك اب، يعني من غيرها لازم الميك اب هيسيح، لانه فاونديشن طبيعي ده حاجه ليكويد، طبيعي ان هي حاجه ليكويد فعلا. بس فيقولوا لك مش بنحب شكل الباودر او كده، جيبوا باودر شفافه. انا شخصيا بستخدم حتى في شغلي باودر شفافه على طول. لازم تثبت الميك اب، عشان الميك اب بتحطيها بتبقى ترانسبيرنت، لا بتبان بقى هي ولا أي دارك حاجة. ولا لايت ولا ولا اي حاجه خالص فعلا. اه بظبط درجه الفاونديشن وعليها الباودر الشفافه وخلاص. طب ده حلو جدا. طيب ايه اللي تقولي يعني اما نيجي بقى حطينا الميك اب عايزين بقى ننظف بشرتنا، اوكي اديني طريقه واحده تكون احسن طريقه. بصي في لخبطه كتير، احسن في صابون خدي بالك. لا. بقى صابون ده اكتر حاجه غلط يتمسح بيها الميك اب. ما طبعا اكتر حاجه ممكن بتمسح الميك اب كويس زيت الزيتون. زيت الزيتون اه ده موجود في كل اكتر دي. حاجه بتنظف البشره حتى من غير ما تكوني حاطه زيت زيتون وهوبا بالظبط. اكتر حاجه حتى لو مش حاطه ميك اب، زيت الزيتون جديد اهم حاجه. لا اكتر حاجه بتنظف الوش حتى لو مش حاطه ميك اب وعايزه تنظفي وشك، اكتر حاجه بتنظف الوش زيت الزيتون. طب ايه غير تاني غير زيت الزيتون؟ بلس ان هو مفيد للوش اكيد طبعا. لا مهم جدا. بس غير كده ممكن ميك اب ريموفر، بس بلاش ميه وصابون والحاجات دي غلط جدا. بلاش ميك اب ريموفر والموضوع انتهى، وبعد كده تحط مثلا ماء ورد ممكن تقفل المسام والكلام ده كله. طيب بالنسبه للعرايس ايه بقى الالوان المناسبه ليهم في السيزون اللي احنا فيه ده؟ بصي في الوان كده مودتها مستحيل تروح، اللي هي الاوكسيدي صح، البنيات، بس مش بني سموكي لا. هل بني ده عشان احنا بشرتنا سمراء؟ بصي هي دي عموما بتبقى اشيك الوان في الميك اب صح، انا بحبها برضه وبتليق على اي حد، وتبقى اشيك الوان للعرايس فعلا. فعلا يعني الالوان السنه دي للعرايس اللي هي الاوكسيدي، الاوكسيدي والبنيات وطالع موضه اللي هو الاي شادو الجليتر، بيبقى جليتر جليتر يعني فعلا. طب ايه تاني اخطاء البنات ممكن تعملها في بشرتها لما تيجي تحط ميك اب غير انها الفاونديشن بيسيح؟ انه ما بيحطوش برايمر. برايمر فبالتالي البشره لو حد مثلا بيروح الشغل كل يوم بيحط فاونديشن كتير هتلاقيه الوش طلع فيه حبوب. البرايمر يعني هو يعتبر بيبقى حاجز ما بين الوش وما بين الفاونديشن، يعمل طبقه عازله بالظبط. بويا اللي احنا حاطينها دهنين بقى. فالبرايمر اهم حاجه كمان عشان يخلي شكل الميك اب نظيف. طب ما تيجي نقوم نروح لل يلا بينا. اسمها ايه؟ خلود. خلود خوخي 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 خوخه. هتعملوا ايه النهارده؟ بصي انا عامله نص نص ونص يا حبيبتي. قاعده كده عادي حلو كويس انها هي قبل الموضوع ف تمام. كلمني من هنا لسه ما جيتش من هنا. بصي انا عامله ميك اب النهارده وعلى برجندي شويه. يلا اوكي. فاول لون هنحطه اللون ده. ايوه ده اللون ده بيبقى بيزك عموما، بيتحط قبل اي لون، بيتحط على كسره العين. حلو. ودايما بحط الاي شادو من بره لجوه، من بره لجوه الاي شادو توزيعه مش العكس. طيب تمام. وبعدين هحط اللون ده عليه. اوكي انا بحب اللون ده يعني. وطلع موضه برده ده حقيقي. يليق على اي بشره؟ لا مش قوي، على حسب رسمه العين ولا لا مش بيض وسمره، هي على حسب رسمه العين. رسمه العين نفسها هي اللي بتحدد بالظبط. انت عندك فرح ولا تكت كتاب؟ عندك ايه خلاص همسحه على طول. انت يا حبيبتي مفيش فالنتاين ولا في حاجه خلاص؟ فالنتاين ولا صعب ما تلاقيش. اوكي احنا عملنا كده ايه؟ انا حطيت برضو النبيتي او البرجندي ده من بره ودخلته لجوه شويه شويه. ميكسد تجذر بالظبط، نخلطهم مع بعض. طيب ممكن تقولي للناس كده وانت بتعملي العين دي انت عملتي ايه قبل ما تدخلي على الهواء؟ اوكي بالكلود. انا حطيت اول حاجه على الوش حطيت البرايمر. حطيت البرايمر اوكي، حطيت طيب. برايمر اللي هو مناسب لبشرتها، هي بشرتها جافه فانا حطيت برايمر لبشره جافه. انا هحط دلوقتي اللون ده على الجفن. طيب وبعد كده حطيت الكونسيلر، خبيت اي عيوب ممكن تكون في الوش. تمام. سواء حبوب او هالات او كده. حلو موضوع ان انت استخدمتي صباعك في اللي انت بتحطي بيه. انا انت بتحبي ده اكتر من الفرشه؟ جدا جدا. اي حاجه تقعد حلو والله.
كملي وبعدين. وبعد كده حطيت الفاونديشن. طيب بعد ما بحط الفاونديشن اهم حاجه لازم بعمل الكونتورنج والهايلايتنج. ممكن اعملهم باودر بس او ممكن كريمي باودر. انا دلوقتي انا عاملاه كريمي باودر. كريمي باودر هو الكريمي بيتقل اللوك شويه. كريمي باودر احسن بيزبط اكتر. هو ده يعني للعرايس لازم يتحط لهم كونتور كريمي، مش ما ينفعش باودر بس عشان هيطير. غير ان هو بيطير العروسه عموما لازم يكون الميك اب بتاعها حتى لو سيمبل لازم يكون واضح. طب هتعملي ايه في الفرح بقى؟ بتروحي لهم في نص الفرح تظبط ميك اب ولا ايه؟ لا لا ولا هو عشان بتبقى اتشلفطت. لا بصي اساليها انا على طول بعمل لها الميك اب ما بيتحركش. لا ما دام انا حاطه الميك اب بستبس صح مستحيل الميك اب هيتحرك. طب كويس. ما بترقصش بتتنطط مش عارف ايه بتالك اساليها مجربه فجاه تلاقي شوربه ولا اي حاجه. الميك اب بصي لو حصل كده يبقى الميك اب محطوط غلط. او روحي بقى تحاسبي اللي عمل لك الميك اب. او ال ماشي ممكن تمسكي دي قبل ما تشوف. او الميك اب عموما مش نفس نوع بشرتي. يعني ده اللي انا قلته لك، لو انا مثلا بشرتي دهنيه وحطيت لي البشره الجافه فاونديشن اوريدي بتاع البشره الجافه بيكون فيه مرطب فيرطب لي وشي اكتر فوشي هيسيح اكتر. بس فهي دي الفكره كلها ان انا لو حطيت يبقى لازم ميك اب ارتست بعد كده يسال اي بنت قبل ما تدخل له حضرتك انا وشي دهني لازم. انا وشي لازم ده اول سؤال لازم يتسال للكلاينت. انا بشرتي مختلطه عشان نتعامل. انا دلوقتي اول لون حطيته فوق احطه تاني تحت بصي فوق هتعملي بيه بس ضل كده تحت الرمش بالظبط. طيب يعني تقريبا السبسه اللي عملتها فوق تقريبا هعملها تحت بالظبط. وبرده اللون ده اوكي من تحت برده يدي ضاي بسيط في اخر العين في نصها من هنا. وهتحطي تالت كمان ولا دول بس؟ لا لا دول بس. تالت لون بحطه از هايلايتنج لل يعني انت حطيتي الكوينز اللي انت حطيتيه في العين اول حاجه تحت العين بالظبط عشان يبقى نفس ميته. وده بس بعمل هايلايتنج للكوينر ليه بقى بتاع العين بتوسع. بتوسع يعني لو حد عنده الحتتين دول قريبين قوي من بعض الحته دي بتدي ايحاء ان في فرق في مساحه ما بين العينين. كده خلود لا ادت انكي بعدت عن بعض. بس نفس الهايلايتر اللي حطيته في الكورنر بتاع العين هحطه تحت الحاجب عشان يبرز الحواجب. بالظبط كلنا عارفين طبعا ده فايدته ان هو بيبرز بس بيتحط على عظمه الحاجب عشان عظمه الحاجب علشان يبرز الحواجب بالظبط. بعد كده دلوقتي انا هحط رموش. طب هو بيلمع يعني لازم يتحط في فرح بس صح؟ بصي مش شرط على حسب اللون. في الوان يعني ده ممكن لو مثلا لو فرح الصبح او اللي هو الافراح اللي بتبقى ما بين الصبح وبالليل لا ده عادي ممكن يتحط. في الوان بقى اللي هي مستحيل تتحط الصبح زي السموكي مثلا الاسود والحاجات دي بلاش الصبح خالص. كنبله سموكي بقينا فجرت فيه. لا عشان الناس على طول مش عارفه ليه بتنزل بقى خلاص بقى سموكي بس كلر. هو بالظبط هو الناس فاكره ان سموكي دي يعني اسود. لا هو سموكي ممكن تتعمل باي لون الوان كتير اي لون. هو كلمه سموكي دي يعني ان الجفن كله او الالات بتاعت الاي كلها لون واحد بس دي معنى كلمه سموكي مش اسود خالص. ميرسي جدا ميرسي جدا يا دنيا. ايه خلوتي ايه مالك؟ ماتي تمام جدا. انا بحط رموش على حرف الرموش من الرموش الطبيعيه من فوق ما تاذيهاش خالص وهي بتتشال. بتتشال بميه دافيه فعلا. انا بعمل حركه سحريه بتشيليها عادي. انا بعمل كده برضو بس هو غلط جدا لازم ميه دافيه. بحس ان رموشي فيه 3 2 4 كده طلعوا. لا انا مش حاطه دلوقتي والله مش حاطه. لا عموما الرموش لو حطيتي ميه دافيه عليها وشلت اولا الرموش بتتشال من جوه لبره مش العكس يعني من هنا لهنا. ايه الصدمه دي؟ بتشالها من هنا. لا الرموش لازم تتشال من جوه لبره. اوكي ولو حطيتي ميه دافيه هتلاقيها اتشالت معاكي على طول اوريدي. حلو جدا لان الميه الدافيه اكتر حاجه بتفك اللزق. تمام بس اوكي بعد ما حطينا الرموش دلوقتي انا هكمل بقيه الكورنر بتاع العين بالايلاينر. بصي هتكملي بقيه الكورنر عشان تقفلي الرموش مع العين صح كده؟ وهنا نفس الكلام. فاضل لنا ايه دلوقتي يا دنيا؟ كده فاضل لي الماسكرا اللي تحت. اوكي وهظبط بقيه الوش. طيب الماسكرا ايه دي جديده دي؟ مش عايزه اقول لك بتفكرني بايه؟ بايه؟ بصي فيها وتعرفي.
لا طب ممكن امسك الماسكارا ثاني؟ الفرشه دي يا جماعه بتفكركم بايه؟ عرفتي صح؟ عرفتي؟ لا الصراحه حاجه بنجيبها كده ونعمل كده ونغسل خلاص عشان كفايه. اوكي فهمت. ليش الاكل انا ذكيه جدا هو ده حقيقي اللي حصل. فاضل بقى الروج جو. انا هحط لها دلوقتي بلاشر. انا عامله اوريدي كونتورنج قبل ما طيب حطيت لها بلاشر بس شويه صغيرين. لازم دايما وانا بحط البلاشر خاصه لازم نعمل فرشه كده حركه سحريه عشان الوش ما يبقاش احمر قوي وش كلاون مهرجه. لا مستسلم ايدك وحلوه حلوه جدا. دلوقتي تسلم ايدك. الهايلايتر خلاص حطي الهايلايتر ده اخر حاجه معانا صح؟ طيب يلا هي متعوده تشتغل بايدها اتفضحت على الهواء على فكره الشغل بالايد بيبقى ساعات انضف صح؟ بحط الهايلايتر على عظمه الخد. عظمه الخد من فوق دي بترفعها؟ بترفع ال لا دي بتتحط على عظمه الخد اذن هي بتهايلايت برضو بتبرز الموضوع بالظبط. طيب هو رامي ليه ما حطليش هايلايت؟ ليه ما برزليش دول؟ تعالي لا 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 جاست كيدنج. لا رامي ده جميل بيعمل لي احلى احلى ميك اب. وعايز اشكر برضو رانيا ستايلست بتاعت البرنامج شارع النهار عشان هي بجد تتعب معانا قوي وحاجاتها الحلوه اللي تقعد تجيبها لنا انا وسلطان. وهحط هايلايتر على عظمه المناخير بس لو حد مناخيره كبيره ما يعملش الحركه دي خالص. ما يعملش كده لان الهايلايتر بيبين المناخير اكبر. يعني لو مناخيره كبيره ما يحطش هايلايتر بالظبط بس لمناخيره صغيره مفتوشه مثلا صح؟ ما احنا كلنا مفتوشه ما بتيجي بتحكي بتبقى بتوصل عند ودانك عادي معروفه. بس اهم ستيب بقى في الميك اب كله انه نثبت الميك اب. ده ايه؟ ده سبراي بيثبت الميك اب. طيب يلا بس تحط من بعيد. شايفين من بعيد تمام. ودي النتيجه النهائيه بعد لما دنيا عملت الميك اب لخلود. يجنن. تسلم ايدك نورتيني وشرفتيني. ميرسي. شكرا. مبسوطه اني شفتك بعد فتره بجد. ودي كانت اخر فقره في حلقتنا. هتوحشونا لحد بكره. هشوفكم تاني بس قبل ما نسيبكم ونقول باي بيانولا هيسمعونا حاجه. لما سبتيني بشكل مش معقول ما انا عايز اسيبك من بدري لكن مكسوف اقول ايه يعني لما سبتيني بشكل مش معقول ما انا عايز اسيبك من بدري لكن مكسوف اقول مضيق مضيقي مش لطيف ودمك مش خفيف وشطانك اللي جوه حيوانك الاليف مضيق مضيقي مش لطيف ودمك مش خفيف وشطانك اللي جوا حيوانك الأليف ايه يعني لما سبتيني بشكل مش معقول ما انا عايز اسيبك من بدري لكن خلت قلبي يدق وقعت في حبك ليه انا حاسس اني كنت بلق جزمة حبك دي مسكنتك خلت قلبي يدق وقعت في حبك ليه انا حاسس اني كنت بلق جزمة حبك دي وصبرت عليك كتير وكنت في حبي امير واعصر على نفسي لمونة واقول قشطة الايام هتطير وصبرت عليك كتير وكنت في حبي امير واعصر على نفسي لمونة واقول قشطة يعني لما سبتيني بشكل مش معقول ما انا عايز اسيبك من بدري لكن مكسوف اقول ايه يعني لما سبتيني
بشكل مش معقول. ما انا عايز اسيبك من بدري لكن مكسوف اقول.